الثقافة عندها واحد الدور أساسي في المجتمع مع جميع الفئات ديال المواطنات والمواطنين، ودور الثقافة هو كذلك هو الانفتاح على العالم، هو التكوين كذلك، هو التربية، وسورتو يعني يكون واحد الأمل دائما منفتح. يمكن واحد الشاب أو واحد الشابة يرتكب واحد الخطأ في حياته ويدي الثمن ديال الخطأ، ولكن علينا احنا كحكومه باش تكون ديك استمراريه ديال الحلم وديال الامل. فلهذا اعتقد هذه المبادره هذه جد طيبه، ولهذا احنا دعمناها، وان شاء الله باذن الله يكونوا مبادرات اخرين، لان لابد ان نتبعوا كذلك ديك الشاب فاش كيخرج من السجن وكيفاش نواكبوا معاه العمليه ديال الادماج ديالو عبر كذلك الثقافه وعبر السينما ومجموعه ديال المبادرات اللي غنطلقوا معاهم ان شاء الله. اليوم تطلق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامج نور الدين أصايل للأندية السينمائية بالمؤسسات السجنية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية اللقاءات المتوسطة لحقوق للسينما وحقوق الإنسان. والغرض من هذا الحفل اليوم هو تمكين نزلاء المؤسسات السجنية بمختلف فئاتهم من الثقافة السينمائية والاطلاع على الأفلام وعقد لقاءات مع الفاعلين السينمائيين سواء مخرجين، ممثلين، منتجين إلى غير ذلك ممن يشتغلون في الحقل السينمائي، من أجل تمكين النزلاء من كفايات تساعدهم على التأهيل لإعادة الإدماج عن طريق السينما. لاحظت اليوم في مداخلات للراحل نور الدين صايل التي هضر على الأهمية ديال السينما واللي تتمكن من بناء الشخصية ومن بناء الإنسان. إطلاق نور الدين صايل على هذا البرنامج له دلالات كثيرة وعميقة، كون أن الرجل قدم تضحيات كبيرة في الميدان السينمائي وعرف بالسينما المغربية في محافل إقليمية ودولية. هذا التوقيع هو انطلاق على واحد تجربة نموذجية لتنشيط ثلاثة نوادي سينمائية بثلاثة المؤسسات السجنية بأكادير الدار البيضاء وبأصيلة. هذا التنشيط وبرمجة شهرية لأفلام سينمائية للأحداث هو وسيلة بالنسبة لنا لتحضير هذه الأحداث لمواجهة المجتمع في الخروج ديالهم، وهو اون بريباراسيون على ريانسيرسيون. دونك كيمكنهم من التعرف على ما يقع في العالم، هو باب مفتوح، نافذة مفتوحة على العالم، السينما نافذة مفتوحة على العالم، وكذلك كيمكنهم من تعزيز الثقة في نفسهم في مناقشة هذه الأفلام مع الناس اللي غنعرضوا عليهم خلال 3 سنوات.